مرحبا بكم في المستقبل. احنا اليوم في مدينة شينجن في محطة مترو كانشا باي. منين نبدأ صراحة؟ نبدأ من المحطة. كأنك في فيلم خيال علمي. ايش هذا الجمال؟ ايضا مترو هذه المحطة يشتغل عبر الذكاء الاصطناعي كليا بدون اي تدخل البشر. وصلنا للمستقبل يا جماعة. هاي مرحبا بالجميع، اسمي سامي وحاليا انا في مدينة شينجن في اكبر وافضل محطة. احس المكان كأنه ديكور الفيلم يتحدث عن المستقبل. الاضاءة منخفض ولا لا؟ اوه انا لابس النظارة. هذه المحطة اكبر فيها الصور. ايش كنت بقول؟ هذه المحطة صراحة اكبر وافضل من بعض المطارات الدولية. وللعلم هذه محطة مترو مش مطار ولا محطة قطار، محطة واحدة للمترو في مدينة شينجن، محطة مترو. ايش رايكم بالمكان؟ انا الصراحه مندهل. المحطه مش للتنقل فقط، باعتقادي هذا المكان متحف فني، حتى انك تلاحظ كثير من الناس بياخذوا صور سيلفي تذكر للمكان. صراحة المكان يستحق، وأنا أيضاً بأخذ لي صورة تذكارية. شوف منظر الزقايق فوق العربات، مش منظر حلو وبس، أيضاً له فوائد. يمتص الصوت، يخفف صوت العربة. حلو حلو. هاي يمتص صوت القطار، وأيضاً حماية إذا شيء سقط شيء من هنا أو من هنا. إذا بتستخدم المترو ما تحتاج لا تذكرة ولا عملة نقدية. الجوال، حتى الجوال ما تحتاجه، فقط بصمة الوجه. المحطة أيضا فيها مساعد آلي، مثلا ذا خدمة العملاء ما في مساعد بشري، فمعك خيار. آلي تتكلم معه. 你好，我是申总。تكلم معاه باللانجليزي. يا جماعة إلى الآن على ما نصدق إنه هذه محطة مترو. هذه المشاريع التي تشعر إن الحكومة فعلاً في خدمة الشعب. حكومة مدينة شينجن أعطيهم تقييم 10 من 10. مترو شينجن في 14 خط أو 16 خط، مش متأكد من الرقم. المترو يعتبر شريان المدينة، يسهل التنقل للطلاب، الموظفين، العمال، وبسعر رخيص وسريع وأيضاً مريح. محطة كانشابي وحدها بتربط 5 خطوط، الذي هم 8، 2، 14، 11، 10. الآن نترك المحطة ونجرب مقصورة المترو. مكتوب إنه ممكن تشحن جوالك، فنشوف وين الشاحن. أيوة هنا.
تشحن جوالك بينما تمشي. مقصورة المترو فيها خيارات للمكيف، في بارد قوي وأقل برودة وكذا بتدرج. أنا الآن مقصورة الذي تعتبر بالوسط. الآن خرجت على محطة ثانية مش عارف إيش اسمها، وهذه أيضا كبيرة. شوف 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 إيش ال... هذه محطة مترو إيش في؟ كل محطة أكبر من أختها. محطة مترو مش مطار يا جماعة، هذا ثلاثة أدوار. أنا برجع محطة كنشابه. في شيء نسيت أوري لكم، هو شيء مهم جدا. شوف شوف، هنا المترو بيشتغل كليا ذاتي القيادة. المحطة أيضا فيها فئة بيزنس كلاس غريبة، مترو فيها بيزنس كلاس. الآن بجرب فئة البيزنس كلاس وأشوف إيش الفرق. فئة البيزنس كلاس اللي هي هذه الصفرة. فئة البيزنس كلاس فيها كراسي نفس القطار، مريحة نوعا ما. الآن أريد أرجع لمحطة كنشابه. هذه المحطورة فاضي. النظام هذا وصل للمحطة التالي الذي نزلت فيها رقم ثلاثة أعتقد. ما تحتاج مرة زحمة بالفئة العادية، كنت مستمتع بفئة البزنس كلاس. المحطة تعتبر من أزحم المحطات في شنجن. شوف كم المستخدمين. انا اسوي لقطه سبيد رام. شوف وين صلحت الكاميرا، ما في مكان اصلحها فيه. الان بتوقع لقطه رهيب، بس يحتاج لها تقريبا 20 دقيقه علشان تخرج 3 ثواني. هذا الفيديو بينتهي هنا، اتمنى انك استمتعت. انا سامي، وكالعادة اذا تحتاج اي شيء من الصين، تجارة، سياحة، استثمار او دراسة، تواصل معي على الواتساب او على صفحة هاي جرين بدا على الفيسبوك. سلام. قد كنت متجه الى البيت بس شفت هذه المحطة نزلت فيها. شوف ما اجمل هذه المحطة ايضا. هذه اسمها لوخو نو، نفعلها زيارة. ليش لا؟ هذه لوخو. خلاص خلاص انا مروح، باخذ القطار الجاي. هنا المستقبل، هذه التقنيه راح تغير كل شيء. طائرات بدون طيار، ذكاء اصطناعي، روبوتات، والاهم صفر عمال بشر.